إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعود إلى زحمة حملته الانتخابية بعد إعلانه تعافيه من فيروس كورونا، يستعد للمشاركة في لقاء انتخابي خارج البيت الأبيض، وبعد ذلك في تجمعين انتخابيين الأسبوع المقبل. فكيف يغير نشاط الرئيس في حسابات السباق إلى البيت الأبيض؟ ضيفتنا من مينيسوتا كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية داليا العقيدي. أستاذة داليا، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. إذن الرئيس ترامب يعود إلى نشاطه، هو سيكون في لقاء انتخابي خارج البيت الأبيض، أيضا لقاءات الأسبوع المقبل. هل نجح بالفعل في القضاء على المرض بنظر الأمريكيين؟ يعني اليوم الشارع الأمريكي هو منقسم تماما. هناك من يؤمن بنظرية الديمقراطيين أو بنظرية بايدن أنه من فشل في حماية المواطنين الأمريكيين وفي حماية أمريكا، وهناك من يعتقد فعلا الجمهوريين والمؤيدين لترامب أنه فعلا قام بما يمكن أن يقوم به أي رئيس دولة. ولو فعلا نظرنا إلى خطة بايدن التي وضعها على الويب سايت أو البوليسي لبايدن، سنرى أنها فعلا يعني كل الانتقادات التي وجهها المرشح الديمقراطي بايدن إلى رئيس ترامب أنه فشل في التعاطي مع الكورونا، خطته هي خطة مشابهة. ولو كان لأي رئيس أن يقوم بما قام به الرئيس ترامب لفعلا اتخذ الخطوات نفسها، علما بأن الرئيس ترامب أول ما اتخذ الخطوات بغلق بمنع دخول المسافرين وغلق الحدود كان أول من يعارض وينتقد هو المرشح جو بايدن. أستاذة داليا، كان ملفت كيف غرد الرئيس الأمريكي يعني أمس وهو يعلن موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض، تعني أنه لا يمكن أن ألتقط العدوى، لدي مناعة ولا يمكن أن أنقلها أيضا، معرفة ذلك أمر جميل للغاية. هذه كانت تغريدة الرئيس ترامب بعد يعني انتهائه من هذا الفيروس، وبالتالي اليوم أن يكون لدى الرئيس الأمريكي أو لدى المرشح دونالد ترامب المناعة من فيروس كورونا، هل يؤثر على الناخب الأمريكي؟ يعني اليوم ما أعلنه الرئيس ترامب من الدواء الذي تناوله ومن أنه سيوفر هذا الدواء بشكل عام إلى كل المواطنين وبدون مقابل، يعني أنه هذا بالطبع يعني وتأكيد على أنه هناك مساعدات ويريد أن يوزع المساعدات. اليوم الديمقراطيون أثبتوا فعلا أنهم يقفوا ضد المواطن الأمريكي. يعني هذه المباحثات ما بين نانسي بيلوسي وما بين وزير الخزانة الأمريكية أثبتت بشكل واضح أن هناك أجندة يسارية تريد أن تنفذها نانسي بيلوسي المدعومة من قبل اليسار الراديكالي التي تقف بوجه تقديم المساعدة للملايين الذين تضرروا، أعمالهم الصغيرة تضررت وفقدوا أعمالهم، ومن يبحثون إلى أن تفتح الأعمال أبوابها من جديد. هذا يعني هذه نقطة لصالح ترامب وليس ضده. وعودة ترامب إلى المهرجانات الانتخابية هي نقطة قوة له وأيضا لمؤيديه، واليوم لا يبحث المرشحان عن مؤيديهم بقدر ما يبحثون عن النسبة الغير مقررة بعد، يعني الانديسايدد. هذه هي النسبة التي يريد المرشحان كسبها والتي ممكن أن توضح. من المتوقع أستاذة داليا يتم كسبها من خلال المناظرات، المناظرة الثانية ألغيت وعلى ما يبدو ستلغى أيضا المناظرة الثالثة بين المرشحين. ما هي المفاجآت المنتظرة أو التي يخبئها المعسكران باعتقادك للمرحلة القليلة المتبقية؟
يعني مفاجآت 2020 بدأت منذ اليوم الأول إلى حد الآن، والله يستر من هذه المفاجآت. لكن نحن نسمع الرئيس ترامب يتحدث دائما عن لقاح، يتحدث دائما عن التعامل أو التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في المجال الطبي وفي مجال الأدوية. هناك احتمال كثير أن يخرج الرئيس ترامب بإعلان عن لقاح جديد، أو بإعلان عن تنفيذ نوع من المجرز القرارات الخاصة بهذا. لا ننسى أنه إحنا يعني أقل من شهر ستكون الانتخابات، وهي انتخابات مرحلية وانتخابات جدا مهمة في تاريخ الولايات المتحدة، نظرا للخلافات والمشاكل التي يواجهها المواطن الأمريكي في الشارع الأمريكي نفسه. سيكون لنا وقفة مع هذا الملف أيضا في الساعة الثانية من غرفة الأخبار. شكرا جزيلا على المشاركة من مينيسوتا، كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية الأستاذة داليا.